إذا اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية في العاصمة الرياض لثامن أشواط هذا المساء. الأفراس مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات فأكثر والتي تتنافس على مسافة 1800 متر مسافة الناين فولون، قيمة الجائزة 95,000 ريال، 8 أسماء اندفاع جماعية في هذا الشوط تتقدمهم من المسار الداخلي إسراج وكذلك أحمد الأزهري يدفع بهوت بينك آخر الأسماء الخارجية من جهاز الانطلاق، فيما المطاردة من قبل إسراج في ثاني المراتب. هنا أحمد الأزهري يقسم الخطوة في هذا الشوط لزملائه في الاسطبل وأيضا تحت التدريب يتقدمهم هنا تتقدمهم هوت بينك فيما المطاردة في ثاني المراتب من قبل إسراج وكذلك التحاذي في المرتبة الثالثة من قبل لاجل الذاتي وأيضا أرامة ابنة علم من المسار الخارجي من خلف متاجرة القادمة من فرسان جابة العز من المسار الخارجي لم يعطي الإشارة حتى الآن ريان طويرش فيما هنالك محمد سعيد ينتظر مع لاجارث رايم أولي المنعطفات في هذا الشوط. هنا بدأت الإشارات من قبل الخيالة تتقدمهم هوت بينك بكل أريحية المطاردة من قبل إسراج ابنة هلمت بثاني المراتب. هنا حمزة سعد أعطى الإشارة لأرامة ابنة علم وكذلك محمد شريمة أعطى الإشارة لتاجرة ابنة تورنادو قبيل المنعطف الأخير ريان طويرش استحث نجابة العز رباعي قادم من الأفراس. هنا المنعطف الأخير التوفرنج الفاصلة الـ400 متر الأخيرة تتقدم هوت بينك هنا قادمة تاجرة بالشعار الأبيض من المسار الخارجي لاجارث رايم أعطى الإشارة محمد سعيد نجابة العز تبحث عن مسار من المسار الداخلي لجل ذاتي تاجرة قادمة من المسار الداخلي إسراج من بينهم ومن المسار الخارجي لاجارث رايم قادمة لاجارث رايم قادمة هنا بدأت لتسجيل هذا الانتصار الرابع على التوالي ما لها شبيه في المسابيق من موجود شبيهة نفسها وقف الحسن دونها بالفعل لاجارث رايم إلى الانتصار الرابع على التوالي سوبر هاتريك في انتصاراتها والانتصار الخامس ما شاء الله تبارك الرحمن تصادق على كل الترشيحات بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد